احنا منعيش كرمال شرفنا وعائلتنا، وكرمالهم مستعدين نموت. كل حياتي كنت مؤمن بهالحكي وعشت كرمال هالشي. كرمال هالشي حاولت، كنت عم حارب هالإنجاز كرمالهم، بس طلع ما في شي حقيقي. أنا ليش عشت عمي؟ أنا ليش حاربت كل هالقد؟ من وقت ما عرفت وأنا عم بسأل حالي. كرمال عيلتك، الشي اللي بيعمل العيلة عيلة مانو رابط الدم، هو القلب اللي بيضخ الدم بالعروق. يا ابني بدك تقلي شو عم يقلك قلبك؟ أمي رغم الوجع ربتني وتجاوزت الصعوبات، أخواتي اللي ضموني ولفوني بحنانهم هدول هن عيلتي، صح؟ أمي قلتي إنه في مسألة عائلية وطلبتي منا نجتمع كلياتنا مشان تحكي شي ضروري. رح أقول حاتم، رح أقول، تركني رتب أفكاري شوي. صحيح أمي، عم تقولي إنه المسألة عائلية. طيب علي رضا مو لازم يكون موجود؟ أنا حكيت لأخوك ابني، هو بيعرف كل شي صار. ييه أمي والله فورتي لي قلبي، شكله صاير شي مو منيح. احكي لنا بقى شو صاير. بيوم أبوكن جاء البيت وحامل بيبي، كان متروك على باب المخفر، يعني ما كان له أهل وما كان في أثر لا لأبو لا لأمه. وقال لي هالولد أمانة برقبتي أنا وياكي، بدك ما تفرقي عن الأولاد وبدك تحبي وتحني عليه مثل ضناكي، بس ما بعرف إذا عندك القوة لهذا الشيء. يعني ليكي إذا ما بتقدري أنا رح لاقي حل وأتصرف. حضنته بوقتها طلعت بهدول العيون الزرق، وشميت ريحته بقوة. وقتها بس فهمت إنه ما رح فيني أبعد عنه كل عمري. ومن وقتها لهلأ هداك الولد عايش بحضني وبقلبي، وهو علي رضا. بتعرف شغلي عمي، ما عم بتحسر على قدري، عم بتحسر على الكذبة يلي عشت فيها طول حياتي. لو من سنين
حطوني قدامهم وقالوا لي هي الحقيقة. صدقني ما كنت وقفت عند هي القصة بنوب، بس هلأ مستصعبة كتير وما عم بتقبلها بالمرة. فجأة انسحب مني كل شي بملكه. طيب لما ماتت نيهان ولما تقوص مجد، انت شو حسيت؟ اكبر وجع دقته بحياتي كان دفن نيهان تحت التراب، واكبر خوف عشته اني اخسر مجد. طيب عمي محمد امين، لما دفننا المرحوم ابوك تحت التراب، حطيت روحي معه تحت التراب، انكسر ضهري. هلا بكره لما الله ياخذ امانته ورقية خانه بتسلم روحها، انت شو رح تحس؟ تف من تمك عمي، شو هالحكي؟ الله ياخذ من عمري ويزيد بعمرها. علي رضا، هي امك، هي أمك ابني. بجوز ما حملتك ببطنها، بس أنت جوات قلبها وحملتك على راسها من فوق. هي هي أمك أساس الحكاية، والمهم بالحكاية مو شو هي الحقيقة، أنت مين بالحقيقة. صحتك. طيب ليش كل هاي الفترة ما حكيتوا لنا؟ خفت أمينة، خفت كتير إنه خفت إنه أخسره لك يا بنتي، وأنا خسرت ضنا من قبل، يعني ما فيني أتحمل وجع تاني كمان. ما حدا منكن لا زايد ولا ناقص عن التاني بنتي. لما كنتوا تمرضوا انتوا كيف نزلت دمعتي عليكن، نزلوا دموعي عليه هو كمان. لما هو ما شبع انا كمان ما كنت اشبع، يعني اذا ما نام انا ما كنت نام. وإذا برد حس التلج عم ينزل علي، وإذا سخن كنت أشعل نار. هو صار ابني وضناي، وأخوكن الحقيقي أنتو كمان. طولي بالك أمي، خلص أمي. أزهر خانو، مظفر بيك هون. دخلوا. تفضل. تفضل مظفر. والله أنت عم تستفيدي من هالدواء؟ ماشي الحال شوي.
أنا مو هالدواي، أنت بتعرف مظفر. ابني بس بيقدر يطيبني. بدي أحكي مع علي رضا. صار لازم يعرف الحقيقة. ليكي هزار خانم، علي رضا عرف إنه هو ابنك. عم تحكي عن جد؟ شو قال؟ شو كانت ردة فعله؟ بده شوية وقت ليتقبل، بس بالأخير مرجوعه لعندك. رح يحضنك ويبوس لك إيديكي ويقول لك يا أمي. عشت كل عمري بس كرمال عيش هاللحظة هاي، بس ما بعرف إذا عندي الوقت لأستنى هديك اللحظة. علي رضا لازم يحضر بأسرع وقت، لازم اجتمع فيه بأسرع وقت. لا تقلقي، رح تجتمعي فيه بأسرع مما بتتخيلي. مجبور إنه تعيش هالوجع لوحدك، أنا حدك. عليا، تركيني لحالي. طلعي لبرا. براق، أنا بدي أكون جنبك، بدي أدعمك ولو شوي، بدي لف جروحك. عليا، ما حدا بيقدر يلف جروحي بعد هلا. لك اخي الكبير قتلوه، فهماني؟ اخي قتلوه، ومشان هيك تركيني لحالي. طلعي لبرا، روح. لك بدي افهمك وعم حاول افهمك، بس ما تتصرف معي بهالشكل. براق، انا حبيبتك، انا بحبك، انا كرمالك خنت امي. ما في حدا بهالدنيا بيهتم لامرك قدي انا. شوف لهالدرجه هالشي. ايه عم شوف. بتعرفي هي هي مشكلتك عليا، خنتي امك بكره بتخونيني. علي رضا، ما بدك تفوت على بيتك؟ طلع عندي شغلة مجد، ما بطول. علي رضا، أمي حكت لنا كل شيء، تمام؟ وقالت لنا إنه عندك عيلة تانية. أنت ما بتعرف شو يعني الأخ الكبير. من وين رح تعرف إذا ما كان عندك أخ كبير؟ بس أنا عندي، وأخي الكبير هو سندي بالحياة، وما بخاف من أي شيء وهو جنبي. إذا بعد عني أخي الكبير لحظة بس بخاف.
بفكر إنه كل شي بشع بهالدنيا رح ينزل على راسي. بعدين بيجي أخي وبيشيل كل هالخوف، وبحس حالي إني أقوى إنسان بالدنيا كلها. أنت ما كنت غير أخي الكبير. والأخ الكبير لنيهال كمان. يمكن ما بدك ترجع على هالبيت مرة تانية، ممكن يعني. ويمكن ما تحس إنه هذا بيتك، ما بعرف. ويمكن ما بتشوفني إني أخوك الصغير. ولا بقى بدك تحميني وتداريني مثل زمان. بس بدي تعرف إنك أخي الوحيد الكبير بهالدنيا. أكتر شي بفتخر فيه بهالحياة إني أخوكم الكبير. يمكن دمنا مانو واحد، بس روحنا واحدة وقلبنا واحد. بالأخير أخذت القرار السليم. هاي مو كذبة، هاي وظيفة. وبعد ما تنتقل لك القوة اللي بإيدها زار، رح تنتهي هالوظيفة. رح تنتهي، أنت ما تقلق أبدا. رح تنتهي أسرع من ما بتتخيل بكتير. انتوا اكيد عم تمزحوا. شو يعني علي رضا يطلع ابنه لهزار؟ مع الاسف مو مزحه، اصلا قامت الظلال كمان بايد الختيار. انت ما كنت بتعرف بهالحكي؟ طيب اذا الختيار سلمت كل ثروته وقوتها لعلي رضا، فيك تتخيل شو رح يصير وقتها ولا لا؟ تخيل انت، حيصير كابوسنا علي رضا. لازم نلاقي حل فورا وبأسرع وقت ممكن. ما فينا نعمل أي شيء، ما في حل ولا غيره. إذا منلمس علي رضا لمس، بالأول الختيار وبعدين رح نلاقي الظلال كلهم بوشنا. معك حق، وقتها حينقضى علينا كلنا. لوين براق؟ طالع شم هوا، قلبت معدتي. شو صار أخي؟ خلص الاجتماع؟ خلص بالنسبة إلي. شو رح نعمل؟ رح ندعس على روسو؟ رح ندعس فيكو، رح ندعس. أنا دفنت أخي تحت التراب، برأيك بعد اللي صار ما رح حاسبهم؟ بدي حاسبهم. هدول مرعوبين، خايفين من خيالهم هالجبنة. يصطفلوا تركن يضبوا دنبهم ويقعدوا بالزاوية. أنا ما رح أقعد. من بعد اللي صار أنا ما رح خاف من حدا بيطلع بوشي فيكو. بتروح بتجمع لي أول رجال يلي عنا، بدي شوفهم هون قد ما بيطلع بإيدك.
بدي شوف جيش مسلح. اجمع لي اياهم كلهم. روح اجمع لي كل قوتنا. رح نهجم. هداك الكلب حكمت ودنبوا علي رضا رح ادفنهم بنفس القبر. وإذا كانوا قوايا مثل ما عم يحكوا شو بصير إذا ما فلحنا؟ إذا ما فلحنا هنن رح يدفنونا جنب أخي وقتها. هزار خانم، وصل ضيف حضرتك المنتظر. هو ما بيكون ضيف، هو ابني. هات جاكيتي. علي رضا ابني، علي رضا، بعرف مو سهل تتقبل الحقيقة. يمكن معصب مني لأني تركتك كل هالسنين لوحدك، بس بشو بحلف لك أنا كمان ما كنت بعرف. دورت عليك لسنين، أنا عشت كل عمري كرمال هاللحظة. اسمح لي، اسمح لي إني ألمسك، إني ضمك، شم ريحتك. اسمح لي اتلافى اللي صار بالماضي ابني حبيبي. اسمح لي. بس أنا ماني ابنك. ابني علي رضا. رح أحكي لك كل شي كلمة كلمة. لما تسمعني رح تسامح أمك. أنتي ما بتكوني أمي. هاي تمثيلية تمثلت عليكي وأنا جيت لحتى وعيكي. أنت شو عم تقول؟ من زمان كتير عرفوا انك ضيعتي ابنك وانه هي بتكون اكبر نقاط ضعفك وحبوا انه يستغلوا هالنقطة ويستغلوني انا كمان، بس ما رح كون جزء من هالتمثيلية. هي مجرد كذبة قالت لك بس كرمال تسلميني قوتك. انا ماني ابنك. تمام يا بطل، خلصت؟ خلصت. ايه وشو حكيتو؟ الحقيقة انه هي تمثيلية وانه انا ما بكون ابنها. شو؟ انا من هلا ورايح ماني معكم، ما رح كون بهاللعبة بعد هلا.
والوظيفة رح تتركها ولا شو؟ لا، رح كمل الواجب اللي أبي ما كمله، بس مو بالكذب تبعك، بالحقيقة تبعي. ما رح تقدر تكمل لحالك. وشو عرفك إنه أنا رح كون لحالي؟ عندي عائلتي وعندي رفقاتي مثل ما كنت كل عمري. اي نعم هزار خانم. ليش عملت هيك؟ ما عم بستوعب. ليش لعبت علي هاللعبة؟ كل الطرق اللي بتوصل للنصر مباحة. اخترت الطريق القصير. عندك حق. عندك حق، بس أنت نسيان شغلي. صار دوري أنا هلأ بإني ألعب دوري بهاللعبة هي. رجع الحارة يا جماعة، رجع الحارة يا جماعة. زعلت كتير، حكيت لك الحقيقة متأخرة، بس يعني ما تقولي أي شيء. أمي، أنا اسمي علي رضا، اسم أمي رقية، اسم أبي محمد أمين ألطاي. أنا أخو أمينة الصغير وأخوهم الكبير لمجد ونهال، ابن حمال حاتم بيه وخالة لأسيل الأمور. أنا لا بعرف حقيقة تانية ولا شيء غير هذا الحكي. اسمي علي رضا ألطاي وبشتغل شوفير تاكسي. تمام؟ يا روحي. وأنا هزار خانم، حضرتك منيحة؟ لا، روح وجيب لي إياه لهون، جيب لي إياه فورا. رح أفرد كل قوتي تحت رجلي، كل يلي عندي وكل قوتي رح سلمه إياها له. حضرتك متأكدة؟ بعد كل اللي صار شلون رح توثقي فيه؟ رح أوثق. عيونه بيطلعوا مثل عيوني تماما، أنا بعرف هدوك العيون. روح وجيبه. مثل ما بتأمري. Thank you.
وصلت بالوقت المحدد علي رضا، رح يجهز العشاء بعد شوي. بس انت رح تنام اليوم بدون عشاء. هزار خانم اجا؟ اجا وناطر تحت. منيح، انا جاية فورا. معناتها العشاء رح يكون العشاء الأخير إلي، ما؟ ليك شو تذكرت؟ بعد ما تقتلني ممكن تطلب من حدا شاطر وموهوب أنه يرسم لوحتي ويسميها عشاء الوداع؟ أه؟ وصية حرام. ليش هيك عملتوا لها؟ فهمني، ليش خنتوا لأبي؟ أنا كل ما بقلكن شغل أنت وعيلتك بتعملوا من الشغل شي شخصي. أنا كل القصة كاتب، ونحن شغلنا انه نختم الوراق او هيك شيء، وختمي انا هاد. بالمناسبه انا بحب الحد، انت ما عندك مشكله بالحد ما هيك؟ حياتك وصلت لاخرتها بلال، عم تعيش اخر لحظات عمرك. اذا بتقتلني شو رح تكسب؟ ليك نصيحه من صديق، بطل بقى، بكفي هيك. حاج علي رضا، حاج، ما رح تقدر تحط حد لهي القصة. أنت كمان مثل أبوك رح تقتل أو تنقتل كرمال هالشي. وعلى إيد شقفة كاتب معاجب حدا. على سيرة أبوك، أبوك كان بيعشق هالأكلة بتعرف؟ إذا طالع لأبوك كمان أنت رح تحبها كتير. هلأ تذكرت، محمد أمين ما كان أبوك. أنت ما فيك تشبه، لا تواخذني بهالفترة عقلي مانو. غريبة كتير ما هيك؟ آخر شخص رح تشوف وشه بهالحياة هو بلال. Thank you.
اللي شايفه أنت، حتى اللي شايفه أبوك كمان 10% من العملية الكبيرة بوراق. المجلس ولا أي شيء قدام القوى يلي وراي أنا. هاي فهمتها. بيّن من خوفه لبلال. بس شو دخلني أنا؟ هذا الحكي ليش أنا عم أسمعه؟ كرمال إني خاف يعني؟ لا، مو كرمال تخاف، بالعكس تماماً، كرمال تتجرأ. أنا عم موت براق، ما عندي وقت كتير، ولهذا السبب رح حطك مكاني. أنا؟ كيف؟ يعني ليش؟ استغربت من قرارك، يعني ما كنت مفكرك بتستلطفيني بنوب يا خانم. لمبارح كان هذا الحال، لأنك كنت عدو للي كنت مفكرتهم أنا أصحابي، بس اليوم كل شي تغير. نكشوا أعمق الجروح يلي عندي بطريقة مستفزة كتير. لو كان عندي وقت زيادة بذات نفسي وشخصياً كنت رح أمسح الأراضي فيهم، كنت بعمل أي شيء كرمال شوفهم عم ينهاروا. بس مع الأسف ما رح يكون عندي كل هالعمر. لهذا السبب كل قوتي وسمعتي كمان وثروتي كلها، مركزي بالعملية كلهم رح أتركن إلك. قائد الطاولة والختيار الجديد أنت هو براق أرسول. سعيد رح يشرح لك التفاصيل الباقية كاملة. بدي شي واحد بس مقابل كل هالشي اللي قدمت لك إياه. ضيف حقدي كمان على الحقد يلي عندك انت، وهيك هجوم علي رضا وحكمت كمان بدي تقضي عليهم، كرمال ابوك المقتول، كرمال اخوك، وكرمالي رح تعمل هذا الشيء. الانتقام مجرد شرارة وبس، والسعي لتحقيق العدالة هو اللي بيحول الشرارة لنار، ولحتى العدالة تتحقق هالنار ما رح تطفي أبداً.